بارك الله لكم وجزاكم الله أحسن الجزاء فعلا على هذه المشاعر. في عندنا مفاجأة كبيرة إخواني، أمير المؤمنين أيضا الله تعالى بنصر العزيز يحضر الاستوديو، فنقف احتراما له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. سهلا ومرحبا. السلام عليكم. مشاهدينا الكرام، حل ضيف مولانا امير المؤمنين ايده الله تعالى مصر العزيز في هذه المناسبه الكريمه، هذه الحلقات الخاصه في يوبيل الخلافه. نشكره جزيل الشكر على تكرمه وهذه المفاجاه. طبعا انا اعطي الكلام للاخ عبد المؤمن، لا استطيع ان اكمل. تفضل استاذ عبد المؤمن. نعم، امير المؤمنين كان هنا في مادبه بمناسبه اليوبيل المئوي، ورجعنا هو يشرفنا لان هذه الحلقه خاصه بالاحتفال المئوي للخلافه، فتكرم علينا جميعا نحن وانتم بوقت الثمين وجزاه الله احسن الجزاء. و بشكركم. جيد تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تمام اهاليان عرب، آپ پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل اور انعامات اور احسانات ہوں، اور آپ کی تعداد جو اس وقت گو دنیا کی نظر میں تھوڑی ہے، لیکن آپ کے دل اس وقت ایک نور سے بھرے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ تعداد جلدی انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ پیغام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام لے کر آئے، وہ حقیقی اسلام، وہ حقیقی تعلیم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کی، جو جس کا جس کو لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، جس کو دنیا بھول بیٹھی تھی، آج گو بظاہر اہل عرب عربی جاننے والے اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس زبان کو بولنے والے ہیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. اور یقیناً ہمیں بھی اس زبان سے بہت پیار ہے، کیونکہ ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ماننے والوں میں سے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان اور عرفان عطا فرمایا ہے جس کو آج دنیا بھول چکی ہے، اور یہ ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے سے ملا ہے. میں اپنے تمام عرب احمدی بھائیوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج جس انعام اور فضل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متمتع فرمایا ہے، اس کو آگے بھی پھیلائیں، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک تمام دنیا کو، تمام عالم عرب کو مسیح محمدی کے قدموں تلے نہ لے آئیں. اور یہ اس لیے نہیں کہ مسیح محمدی کے قدموں تلے لانے میں کوئی مسیح محمدی کی بڑائی ہے، بلکہ یہ حقیقی طور پر اس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے لانے والی بات ہے جو جس کو آج دنیا بھول چکی ہے. کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے عمل اس بات کی گواہی دیتے ہیں بہت سارے مسلمانوں کی، کہ جو تعلیم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو تعلیم ہمیں قرآن کریم نے دی، اس پر عمل عملاً ناپید ہے. اور آج جماعت احمدیہ ہی ہے جو اس علم کو اٹھائے ہوئے ہے. اگر ہم نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو کل کی آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پیغام کو دنیا تک کناروں تک پہنچانے والے بنے. آمین. لقد تكرم علينا امير المؤمنين برسالته بهذه المناسبه،
ويقول حضرته أنني أقول للعرب المسلمين الأحمدين جميعا إنه من فضل الله العظيم علينا ومن كرمه الكبير علينا أنكم قد دخلتم تحت راية الخادم الصادق للمصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا المسيح الموعود الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن عددكم قليل ولكنني أعرف أن قلوبكم عامرة بالنور وأنني على يقين بأنكم رغم قلتكم اليوم سوف تصبحون آلافا بل ملايين بل ملايين الملايين إن شاء الله أن قريب. وأدعو الله تعالى أن يوفقكم أن تبلغوا رسالة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام التي هي الإسلام الحقيقي، الإسلام الذي نسيته الدنيا، الإسلام الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن تبلغوا هذه الرسالة إلى العالم. اليوم يدعي الكثيرون بأنهم العرب بأنهم ينطقون بهذه اللغة العربية وهم أعلم بالإسلام، ولكننا نقول نحن أيضا نحب هذه اللغة العربية لأننا مؤمنون بالعاشق الصادق للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا العاشق الصادق هو الذي وهب لنا هذا الإيمان بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا العرفان للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا العرفان والإيمان الذي نسيته الدنيا، فهذا الإيمان قد تيسر لنا عن طريق هذا العاشق الصادق للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وإنني أقول لكم أيها العرب رسالتي أن هذه الرسالة أن هذه الدعوة التي وصلتكم قد تمتعتم بها، لقد تمتعتم بهذا الإنعام والفضل الله، ولكن يجب أن تنشروا هذه الدعوة إلى العالم ولا تجلسوا مطمئنين إلى أن تجمعوا العالم كله تحت أقدام المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. واعلموا أنه ليس فيه أي شرف للمسيح الموعود للمسيح المحمدي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو شرف وتكريم وعز للمصطفى صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، لأنه ليس إلا خادما للمصطفى صلى الله عليه وسلم. هناك كثيرون الذين يقولون أنهم مسلمون ولكن عملهم يدل أنهم ليسوا مسلمين في الحقيقة. لقد نسوا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد نسوا تعليم القرآن الكريم ولا يعملون بها حقا. إنما هي الجماعة الإسلامية الأحمدية التي تعمل بهذه التعليم المحمدية بهذه التعليم القرآنية. فعليكم عن طريق سيرتكم الطاهرة عليكم أن تنشروا هذا التعليم ولا تجلسوا مطمئنين، بل ضموا إليكم أكبر عدد ممكن. وأدعو الله